ايه هشام يا ابني، في ايه؟ ايه اللي حصل بس يا حبيبي؟ في ثانيه واحده وبكبسه زر تنسى العشره والعيش والملح اللي بينا؟ هون عليك. الله 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 يا ست رضا، انت كمان بتطبطبي عليه؟ يبقى هو اللي غلطان وكمان هنقضيه في يا ولد. انت فاكر ان انت مناسب عيله من الشوع ولا ايه؟ لا يا عم سمير، العفو مش طبعا، ما انا ما قلتش كده. بعدين هدي اعصابك، انت لسه عامل عمليه الناصور والجرح ملمش، وانا شايف الموضوع ما يستاهلش الانفعال ده كله. ما يستاهلش؟ ما يستاهلش ازاي؟ ده انت من ساعه ما عملت ليفت جروب واحنا ولا على حاجه ولا على بنت، وعمالين نضرب اخماس في اسداس. طلق يا بنت. ايه يا عم سمير، اطلق ايه بس؟ تطلق. اسيب مراتي عشان سبت جروب؟ ويسيب الجروب ليه؟ وتسيبه ليه يا حبيبي؟ بص انت رايح لك يومين ثلاثه كده، وانا هرجع اعمل لك ادعى الجروب بايديا. انا عارفه ان دي كانت ساعه شيطان. على فكره احنا كلنا بنلف جروبات كتير، بنروح الجروب ده شويه او الجروب ده شويه، بس في الاخر بنلف نلف ونرجع لجروب المدام. بقول لك ايه، لو شايف لك شوفه تانية قول لي. يا اخوانا شوفه تانية ايه وساعه شيطان ايه؟ هو طلق ايه؟ في ايه؟ انتوا زي ما يكون قفشني من شقه مشبوهه نازل ملفوف بملايه، معقوله؟ في ايه؟ طب ما تقول لنا كده انت في ايه؟ ايوه في ايه؟ في اني كرهت الجروب. زهقت مننا يا هشام؟ ده احنا كل يوم عندنا جديد. ايه؟ جديد؟ ليه اسمع لك؟ خلاص يا هشام. مش خلاص يا نهى. خلاص يا هشام. ثانية واحدة. سيبيه يا نهى. قول يا هشام قول. هقول. قول. ايوه هقول كل حاجة بالتواريخ وبالأيام وبالساعة والدقيقة. الجروب بتاعكم ده يوم الجمعة. كل جمعة الصبح وانا نازل رايح الصلاة صور جوامع وسجاجيد وسبح وعيل صغير لابس طاقية بيضة، ونفس التواشيح والابتهالات كل جمعة. الجمعة بالليل بقى صورة القاهرة الساهرة والنيل وهو عليه الأضواء ولينك أغنية فيها حاجة حلوة. هي إيه اللي حلوة؟ خلاص يا هشام معلش خلاص. يوم السبت بقى صورة بيبي كلبوز عامل زي إعلان الكاوتش ومكتوب عليه من فوق يوم السبت صاحي براحتي وصباحكم عسل عسل. حد يكره الأطفال يا هشام؟ دول أحباب الله. سيبيه يا وضع، ده خلاص بقى لا بيحب الجوامع ولا بيحب الأطفال، قلبه بقى حجر. طب يوم الحد رحنا الشغل، انزل بقى بصور فناجين القهوة. فناجين قهوة كتير، اللي سادة واللي بلبن واللي بوش واللي عليها روج واللي جنبها وردة واللي في ايد جورجي كلوني. جورجي كلوني ليه؟ هو جورجي كلوني وحش؟ حلو جورجي كلوني، حلو بس نتفرج على أفلامه، يجي يقعد معانا، لكن مش ننزله كل حد بس علاقته بالقهوة. غلاوي قوي انت، حرقك قوي جورج كلوني. يوم الاثنين ده يوم رخم وزحمه معروف، ببقى في الشغل مخنوق، ننزل بقى كل اثنين ببوستات الطاقه السلبيه. طربت الوضع ما لقيتش صاحب جدع، وقفنيت ظهرت حياتي في صداقات زائفه. طب انا اسيب الجروب ولا اموت نفسي بالدباسه في الشغل دلوقتي؟ بعد الشر عليك يا حبيبي من الدباسه. يوم الثلاث البوستات بقى اللذيذه، ها يلا بينا نهزر بقى الضحك بتاع كل ثلاث اللي هو زق معايا اليوم، والثلاث ده اطول ثلاث ايام في الاسبوع يا عسل. الثلاث ده يوم الستات في البسين صحيح يا نوها؟ نبقى نروح، لازم نروح. الاربع طبعا نكت سخيفه، هي نسبه الضحك فيها قد نسبه اللحمه اللي في اللانشون. يوم الخميس ترتيبات الويك اند اللي عمرها ما بتتم، ده غير بقى سائر الاسبوع بوستات كلها تحذير من السرقه ومن الاغتصاب وصور عيال مخطوفين وميه فيها طفيليات وعصير فيه صراصير وما تشربش البيبسي اللي فيها اسبرين، والسؤال بتاع مين يا جماعه جاي من دبي، واصلا الجروب اسمه عائله مجنونه جدا. طب انا استحمل ازاي؟ انا اعمل ايه بقى؟ انا مش قادر استحمل يا اخي. ما تعمله ميوت يا اخي. عملت ميوت، لكن التليفون هنج من كتر الصور اللي بتيجي من الجروب بتاعكم كل اسبوع. هي انت فاكر انا ما حاولتش؟ انا حاولت وفشلت وتعبت. الجروب وحش والله، كان قلبي حاس، وقلت لكم هشام لا بيبعت ولا بيرد، وحسيت انه اتغير. الجروب وحش، ونبهتكم في الجروب التاني وقلت لكم خفوا رجلكم عنه شويه، الواد هيروح مننا. جروب تاني ايه يا رضا؟ لا 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 لا، مفيش يا عمو مفيش. الجروب التاني يا سمير اللي اسمه الفرع النظيف، ما بشوفكش فيه هناك ليه؟ ما تبقى تيجي. لا يا ستي، ولا عمرك هتشوفيني هناك، لان ما حدش من البهوات دول عمل لي قد جروب. عم سمير معلش خد بالك، الناصور الجرح ملمش واحنا مش عايزين. اصل انا مش قد المقام
مش من الفوع النظيف. انا ما يشوفنيش اصلا ابقى في الجروبات بتاعتكم دي. عمو سمير لفت جروب؟ Ooh, ooh, ooh.